رمضان كريم وكل سنة وانتو طيبين. تعريف الخوف هو الشعور الناتج عن الخطر. كل ما الخطر يقرب منك، كل ما حجم خوفك هيزيد. أنا مأزوم. أما تعريف الفزع هو الإحساس بأن نهايتك قربت. ولا دي تمشيها على لا 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 يا رب احنا بنموت يا ولاد. والله انت منفلت. لا ضيوفنا السنة دي هيمروا بالمرحلتين. كل ده علشان يتحقق كان محتاج نجم عالم كبير، ومش اي نجم. رامز وفان دام هيخلصوا الكلام، تفتكر لون شعره هيعجبهم؟ ان شاء الله. رامز موفي ستار على MBC مصر. رمضان يجمعنا.